من قرى مختلفة، ورغم ظروف الحرب يفدنا إلى هذا المنزل بعد أن حولت صاحبته جزءا منه إلى مدرسة لمحو يومية نساء بعض قرى الضباب في ريف تعز. هنا تقوم منيرة بتعليم النساء أبجديات القراءة والكتابة وبعض العلوم الدينية بعد أن حرمتهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من حقهن في التعليم في سن مبكرة. طبعا الحرب أجا كمان إيش غير بو قدرش أماكن، فأبي طرح لي منزل مكون من 2 غرف وصالة، فأدرس بو أي واحدة تتمنى أن تزيد تعلم أهل السلام. مبادرة منيرة الذاتية لا تتوقف عند مساعدة النساء على مغادرة دهاليز الأمية، بل تمتد إلى تعليمهن أيضا مهارات الخياطة والتطريز، مهارات تقول النساء إنها تسمح لهن بالاعتماد على أنفسهن ومساعدة أسرهن. تعلمت القراءة والكتابة وتعلمت دورة خياط الحمد لله، وعندي يعني خطة أني أخيط وبيع واستفيد حاجة، يعني علشان أولا ندخل حاجة لأسرتي وساعد علشان نفسي. وفي غرفة أخرى من المنزل تقوم هذه الفتاة بإعطاء أطفال المنطقة دروسا في القراءة والكتابة والرياضيات بعد أن أغلقت مدرستهم وغاب المدرسون جراء الحرب، حرب تهدد بحرمان الكثير من الأطفال من التعليم خاصة الإناث في الريف، وهو ما يعني تفاقم معدلات الأمية. في واقع الحرب المظلم تبدو هذه المبادرة بارقة أمل كبيرة، مبادرة لا تسعى فقط للانتصار على الأمية في أوساط هؤلاء النساء، بل تمدهن ببعض المهارات الأخرى. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، ريف تعز.